مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان. في برنامجكم نار نورا بنبقى مبسوطين جدا في كل أسبوع بنتقابل معاكم. البرنامج ده هدفه الرئيسي باين من عنوانه نار نورا، في وسط عالم مليان ضلمة، في وسط عالم عاوز أشرح يعني إيه ضلمة، في وسط عالم مليان أفكار كتيرة قوي مش عارفين نعرف الحقيقة فين. في ناس استسهلت وقالت مفيش حقيقة واحدة، كل واحد شايف الحقيقة من وجهة نظره، كل الطرق تؤدي إلى روما. بس السؤال الحقيقي، هل انت سعيد في حياتك؟ هل وصلت للسعادة اللي انت دايما بتدور عليها واللي انت دايما نفسك فيها؟ كل واحد فينا بيتولد بيبقى عاوز يشوف السعادة في حياته، بيبقى عاوز يشوف البركة في حياته، بيبقى في حاجة حاسس ان ممكن يحصل احسن من كده، في فراغ جوايا وجواك وجواكي نفسنا ان هو يتملي. وهدف البرنامج ده نار نورا ان احنا نلاقي الحقيقة الكاملة اللي تشبع كل واحد فينا وتوصلنا للفرح الحقيقي والسعادة الحقيقية. عشان كده نفسي في بداية برنامجنا نصلي من أجل كل واحد بيتفرج علينا. يمكن أنت عايش النهاردة في ضيق، عايش في تعب، عايش في حزن وفي ألم، يمكن حصلت أمور مؤلمة في حياتك، ويمكن أنت مضغوط من حاجات كتيرة جدا وكأنها سجنتك في سجن، يعني حطيتك في سجن كده وحسيت انه لا امل لا رجاء. يمكن تقرير الدكاترة قالك مفيش امل، يمكن مرفوع عليك قضايا وناس ظلماك وحاسس انه مفيش امل، يمكن حاسس انه الناس حواليك مضطهداك، يمكن حاسس ان الناس حواليك مش قبلاك، يمكن حاسس ان قيمتك قليلة قوي، ويمكن وصلت لخلاصة انه مفيش معنى لحياتي. عاوز اصلي لك النهاردة ونفسي كلنا نتحد مع بعض في الصلاة ونصلي لكل حد في ضيق. مزمور بيقول كده، ادعوني، ربنا بيتكلم وبيقول لك ادعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. ما تكسفش، اطلب ربنا في يوم ضيقك، اطلب ربنا في يوم قلقك، اطلب ربنا في يوم خوفك، في يوم خوفك اتكل عليه وهتلاقيه. نفسي نصلي مع بعض في الاول انه ربنا يتدخل في الموقف الصعب اللي انت فيه، وبعد كده اكلمكم على عنوان حلقتنا النهارده. وعنوان حلقتنا النهارده أفكار مغلوطة عن ربنا، أفكار مغلوطة عن ربنا. بس خلينا نتحد في الصلاة في الأول، وصلي قول له يا رب كمان افتح عيني وافتح قلبي فشوفك النهاردة، أشوفك بجد باسم يسوع. خلينا نصلي. يا رب أشكرك من أجل كل واحد فتح برنامج دوت وعاوز يتفرج عليه. يا رب أشكرك لأنه جوانا عطش، جوانا عطش يا رب وجوع إن احنا نعرف الحقيقة، إن احنا نشوف النور في وسط عالم مليان ظلمة، مليان خوف، مليان ألم، مليان حروب ومليان إرهاب، ويا رب مش عارفين بكرة هيحصل إيه. بس أشكرك لأنه أنت الحقيقة المطلقة في وسط العالم ده كله يا رب، في وسط مرضي، في وسط تعبي، في وسط تقارير الدكاترة المقلقة، في وسط يا رب القضايا اللي مرفوعة عليا ومش عارف هيحصل فيها إيه، في وسط يا رب الناس اللي بترفضني والناس اللي بتجرحني، في وسط الظروف المؤلمة اللي في حياتي يا رب بنطلب ان انت تتدخل. اتدخل يا رب في حياة كل واحد،
بيتفرج علينا النهارده في التلفزيون او على شاشه الانترنت. يا رب اشكرك لان انت الاله القدير. يا رب اشكرك لانه كتب عنك ان عندك للموت مخارج، مش للمشاكل العاديه بس، لا عندك للموت مخارج. اشكرك ان انت الاله الحي، قمت من بين الاموات وقومتنا معاك. يا رب بصلي النهارده من اجل انقاذ من كل مشكله وشفاء من كل مرض، ويا رب قيامه قيامه من وسط موت باسم يسوع. وبصلي النهارده يا رب انه ناس كتيره تعرفك وناس كتيره عينيها تتفتح فتشوف النور الحقيقي يسوع المسيح. مبارك اسمك يا رب، ليك كل المجد، امين. عنوان حلقتنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم افكار مغلوطه عن ربنا. هقول لكم حاجه، اكتر حاجه كانت يمكن تعباني جدا في العلاقه مع ربنا بالذات زمان قبل ما اقبل المسيح، قبل ما اتوب، قبل ما حياتي تتغير وابتدي احب ربنا، قبل ما يكون عندي 18 سنه زي ما قلت في حتت كتيره ما كنتش بحب ربنا، كانت علاقتي بيه كده من بعيد لبعيد. واكتر حاجه كانت بتتعبني في ربنا، ويمكن اسالك السؤال ده، اسال نفسك كده، ايه اكتر حاجه متعبه في العلاقه مع ربنا؟ ساعات كتيره لما بسال السؤال ده الناس بتستغرب، بتقولي عيب كده، ما تسألش السؤال ده، يعني ايه اكتر حاجة متعبة في ربنا؟ عيب، ما ينفعش تسأل السؤال ده. بس الحقيقة دايما لما بسأل السؤال ده والناس بتقولي عيب ما ينفعش تسأل كده، بسأل الناس دي، بتعرف تقعد مع ربنا كل يوم نص ساعة، تلات ارباع ساعة، ساعة، تصلي، تقرأ الكتاب المقدس، ولا حاسس انه انا مش قادر اعمل كده ومش عاوز اعمل كده؟ لو انت حاسس كده غالبا انت حاسس ان في حاجة متعبة في العلاقة بينك وبين ربنا. وعشان كده النهاردة اسأل نفسك السؤال ده، ايه اكتر حاجة متعبة في العلاقة مع ربنا؟ وانا فاكر ان انا سألت نفسي السؤال دوت من قريب، ايه اكتر حاجة كانت زمان بتتعبني مع ربنا؟ ويمكن تقول حاجات كتيرة، يمكن تقول الوصايا الكتير، يمكن تقول انه طريقه صعب، يمكن تقول ان العلاقة مش واضحة. بس بالنسبة لي اكتر حاجة وانا في اعدادي وانا في ثانوي وانا في اول سنة في الجامعة كانت متعبة ليا، ان انا مش شايف ربنا، مش شايفه قدامي. الناس بتقول لي ادخل في علاقة مع ربنا، ربنا بيطلب منك انك تحبه، اعظم وصية تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك، بس انا مش شايفه، انا مش شايفه. الناس بتقول ربنا موجود بس انا مش شايفه. وكانت دي حاجة تعباني جدا في علاقتي بربنا، ويمكن تكون تعباك النهاردة، انه انا مش شايفه. يا جماعة انتوا بتتكلموا عن ايه؟ انا فاكر مره كنت بتكلم مع ولد في اجتماع ثانوي وقال لي بصراحه انا لما بخش اصلي لربنا في اوضتي بصراحه انا بحس ان انا بكلم الحيطه. ويمكن يكون جواك الاحساس ده، يا يسوع المسيح لو كان معانا وكان عايش معانا كانت اكيد حياتنا هتبقى اعمق، يا لو ربنا كان موجود وسطينا وبنشوف وجها لوجه كان اكيد سهل عليا ان انا اتبعه، وساعتها يبقى عنده حق لو انا قلت له في وشه انا مش عاوزك، بس انا حاسس الموضوع صعب، انا مش شايف ربنا. وانا بصراحه النهارده مش هكلمكم عن اثبات وجود الله او ليه وجود الله شيء منطقي، انا اتكلمت عنه في حلقات قبل كده وممكن ترجع لها، انه ليه وجود الله شيء منطقي جدا. بس النهارده هتكلم على غلطه احنا بنعملها لما ربنا ما بيكونش موجود قدامي، انا مش شايفه قدامي. بنعمل غلطه انا وانت، ان احنا نعمل ايه؟ بتخيل مين هو ربنا، ببتدي اتخيله، ما انا مش شايفه وحاسس ان هو موجود وهو بيطالبني بعلاقة، فببتدي أتخيل مين هو هذا الإله، وابتدي أبني تخيلاتي وأبني تصوراتي عن ربنا من الناس اللي أنا شايفهم حواليا. بشوف مين عظيم، مين كبير، مين حقاني، مين ماشي صح، وبتخيل أكيد ربنا زي الناس دي هيت. وده اللي أنا هتكلم عنه النهاردة، أفكار مغلوطة عن ربنا أنا تخيلتها في حياتي، ويمكن ناس وسطينا اتخيلت الأفكار اللي أنا هقولها، الأفكار الغلط دي هيت، أو يمكن حتى تخيلت أفكار تانية كتير. وهبتدي معاكم بكام فكرة كده، وهنعرف في النص من خلال قرايتنا للكتاب المقدس الأفكار دي مش صح قوي. فكرة كده أنا كنت طول عمري متخيلها عن ربنا، وأعتقد عدد كبير مننا متخيلها عن ربنا، إن ربنا ماسك لي على الواحدة، ربنا ماسك لي على الواحدة، ربنا مستني امتى هعمل الغلط ويقفشني اول ما اعمل الغلط ويقوم معاقبني او رميني في بحيرة النار المتقدة بالكبريت. طبعا انا عارف لو سألتك السؤال ده رسميا مباشرة يمكن تقولي لا انا مش حاسس كده، بس جوه في عقلنا الباطن بيبقى في عينينا الصورة دي،
عارفين صورة المراقب اللي في لجنة الامتحان؟ المراقب اللي في لجنة الامتحان هو هدفه فعل الخير، ان هو يمنع الغش، يمنع ان الطالب يغش مع زميله في الاجتماع، في الامتحان انا اسف. بس اعتقد لو سألت الطلبة بتحبوا المراقب بتاع اللجنة؟ هيقولوا لي اه بنحبه، بس هو من جواه خايف منه، خايف لحسن المراقب ده يقفشه بالصح او بالغلط. كل مهمة مراقب لجنة الامتحان، ويمكن تكون حضرتك من المراقبين دول، عاوز اهنيك، دي مهمة عظيمة وحاجة مش غلط خالص. بس هو كل مهمته اني اشوف مين بيغش، واول ما اشوفه بيغش اقفشه ويعيد السنة، او يمكن يتوقف سنتين. وانا فعلا اتمنى ده اللي يكون بيحصل في بلدنا. وانا فكري عن ربنا انه اكيد هو عامل زي المراقب، هو واقف لي بالمرصاد، بالمرصاد مستني امتى هغلط، واول ما اغلط يقفشني ويقول لي عليك واحد، عليك اتنين، عليك تلاتة، عليك اربعة. ساعات كتيرة بنفكر الفكرة دي. عارفين أيوب؟ أيوب ده قصته مشهورة جدا، هو من أشهر الأمثلة اللي بنقولها على أيوب، يا صبر أيوب. أيوب تعب جدا في حياته، اتجرب من الشيطان في حاجات كتيرة جدا، وفي النص هو تعب، تعب، وتعب في النص حتى في سفر أيوب، تعب من ربنا، وكأنه كان بيقول له يا رب أنا ليه اتولدت؟ يا رب أنا تعبان، يا رب أنا ما عملتش حاجة غلط، يا رب هو أنت ليه بتعاقبني على الخطية؟ ويقول له آية بتتكلم قوي ان هو شايف ربنا زي المراقب. خلينا نفتح الآية دي، هنلاقيها في أيوب إصحاح 7 عدد 19. أيوب بيكلم ربنا بيقوله كده: حتى متى لا تلتفت عني؟ لحد امتى يا رب مش هتسيبني؟ انت دايما معايا كده. وهو مش بيقوله انت معايا بطريقة حلوة، لا، هو بيقوله انت واقف لي بالمرصاد، بيقوله حتى متى، حتى متى يا رب تقف بالمرصاد؟ حتى متى لا تلتفت عني ولا ترخيني؟ ريثما ابلع ريقي، يعني ده انا وانا ببلع ريقي انت شايفني. وبعدين بيقول له اخطات، انا غلطت، يعني انت وقف لي بالمرصاد كده انا غلطت. وبعدين بيقول له ماذا افعل لك يا رقيب الناس؟ ماذا افعل لك يا رقيب الناس؟ يا رب انت بتراقبني، انت واقف ليا زي المراقب ومستني امتى اغلط علشان توديني النار. ومن هنا طلعت فكرة انه انا عندي حسنات وعندي سيئات، فلما اعمل حاجة صح دي يمكن تشيل السيئة اللي ربنا شايلها لي بالمرصاد. ربنا واقف لي بالمرصاد وهيسقطني في الامتحان اول ما اعمل ايه؟ اول ما اعمل حاجة غلط. دي اول فكرة مغلوطة عن ربنا، وهقول هي ليه فكرة مغلوطة عن ربنا. بس اقول فكرة تانية مغلوطة برضو عن ربنا. الناس العظماء اللي في حياتنا، رؤساء الجمهوريات او الملوك او حتى لعيبه الكوره المشهوره جدا، الناس المشاهير دول، لو حضرتك عاوز تتصور معاهم صوره سيلفي مثلا، او عاوز تقابلهم، هتعرف تقابلهم بسهوله؟ هتعرف تتصور معاهم صوره بسهوله؟ مش عاوز اقول لك مستحيل، بس احتمال ضئيل جدا جدا جدا. لو انت عندك واسطه هتتقابل مع حد من المشاهير العظماء دول، ولما تتقابل معاه يعني من عينك ان انت تتصور معاه صورة سيلفي، ويمكن تحط الصورة دي على الفيسبوك بتاعك او على تويتر او على انستجرام او على الانترنت عندك، وهتبعت الصورة دي لاصحابك وهتقول يا هنايا ان انا قابلت الشخصية العظيمة دي وتصورت معاها. او ممكن تقابله فعلا، بس هتقابله دقيقتين، 3 دقايق، 5 دقايق، وهتبقى خارج من المقابلة دي حاسس يا هنايا ان انا قابلت الشخص ده المقابلة العظيمة دي. كل ما كان الشخص عظيم كل ما كان صعب الوصول إليه. ولأن ده تخيلي عن الناس اللي حواليا، بحس برضو ربنا كده، ده ربنا بقى أعظم واحد في الدنيا، فالوصول ليه مش صعب، مش صعب جدا، ده صعب جدا 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 جدا، ده بعيد جدا بعيد جدا عني، إزاي أوصل له؟ إزاي؟ أيوب في نفس السفر ده كان عنده نفس الإحساس ده، مش بس زي ما قلنا في الآية اللي فاتت إنه بيقول له ماذا أفعل لك يا رقيب الناس، بس بيقول له آية تانية في أيوب إصحاح 23 عدد 3، بيسأل نفسه السؤال ده وبيقول من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسيه؟ مين يخليني أقابله؟ أنا عاوز أقابله وأقول له الظلم اللي واقع عليا، وأقول له التجارب اللي أنا فيها. وساعات كتيرة كلنا بالذات في وقت الألم، بالذات في وقت الضيق، بنقول له يا رب انت فين؟ احنا حاسين ان انت بعيد، حاسين ان انت مش موجود في حياتنا. حتى متى تنساني يا رب كل النسيان؟
انت عظيم، انت عظيم جدا، عشان كده انت بعيد قوي. لو انت لسه فاتح شاشة التلفزيون دلوقتي ولقيتني بقول ربنا بعيد قوي، اعرف ان انا بقول افكار مغلوطة عن ربنا. دي حاجات احنا فاكرينها عن ربنا بس حاجات غلط، وهشرح هي ليه غلط. قلنا اول فكرة غلط ان ربنا عامل زي المراقب كده، مستني امتى اغلط ويعاقبني على طول، يضربني على طول. يمكن زي ما كان بيحصل لي في المدرسة، اول ما اتكلم مع زميلي يقوم ضربني بالمسطرة المدرس. او يمكن في البيت اول ما كنت اعمل حاجة غلط اتضرب اشد الضرب، او يمكن حتى يعتدى عليا. والفكرة التانية انه ربنا ده بعيد جدا 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 جدا. وفي فكرة تالتة مشهورة جدا عاوز اتكلم عنها برضو، وما تزعلوش مني، انا عارف اي حد بالذات المتدين هيزعل قوي لما اقول الكلمة اللي جاية دي، بس دي الحقيقة يا جماعة، دي الحقيقة. احنا ساعات كتيرة جدا، هشرح الفكرة قبل ما اقول احنا بنحس ربنا ايه، بالذات للناس الصغيرة هيحسوا الاحساس ده. لما احنا بنكون صغيرين في اعدادي او ثانوي او جامعة او حتى خريج، وبالذات في الاعياد، لسه سائل السؤال ده امبارح في اجتماع شباب، في وقت العيد لما العائلات كلها بتتجمع على بعض، هل الصغيرين بيحسوا ان هم عاوزين يقعدوا مع الكبار، ولا الصغيرين عاوزين يلعبوا مع بعض ويبعدوا عن الكبار؟ بصراحة اللي بيحصل ان الصغيرين بيتلموا على بعض لانه عاوز ينبسط مع صاحبه الصغير. دايما في دماغنا الفكرة دي، الشخص الكبير بالنسبة للصغير ده شخص بعيد، وما تزعلوش مني يا كبار، ممل ممل، مش هيضحك معايا، مش ممكن يبقى صاحبي، بالعافية هيلعب معايا، بالعافية هيهزر معايا، بالعافية هيفهمني. اللي هيفهمني هو صاحبي اللي قدي، اللي هيلعب معايا هو صاحبي اللي قدي، بس الكبير ده اروح له عشان اخد منه فلوس. سيب الكبار يتكلموا مع بعض، هما بصراحة مملين شوية، انما انا احب صاحبي القريب مني اللي نفس السن، ده مش هيبقى ممل، ده الكلام معاه لذيذ. وبصراحة من غير زعل، دي فكرة برضو جوانا عن ربنا، ان ربنا ده كبير قوي، ده عظيم قوي، وقور جدا، اكيد 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 ممل بصراحة، مش لذيذ، مش ملذ. لما اقعد معاه هقول له صلوات كده وقورة، واقول له يمكن صلوات باللغة العربية الفصحى، او يعني حاجات عظيمة كده ما بستعملهاش في لغتي العادية، لان ربنا ده بعيد. بس بصراحة بحس بملل شديد وانا معاه. انا عارف احنا الكبار ما بنحبش نقول على ربنا كده، امبارح في اجتماع الشباب اللي كنت فيه ده قلت لهم ساعات بنحس ان ربنا ممل صح؟ ففي حد كان قاعد قدامي على طول رد عليا بتلقائية قال لي ممل جدا. هو الصغيرين كده، الصغيرين اللي في قلبهم على لسانهم، ويمكن احنا الكبار بنحس كده، ويمكن تكون بتتفرج علينا النهاردة وانت حاسس كده، حاسس انه ربنا ممل. يمكن انت مجبر تتفرج علينا النهاردة في البرنامج لان حد من العيلة مثلا قال لك افتح البرنامج ده، حاسس ان ربنا عامل زي المراقب مستنيني على الواحدة عشان يرميني في النار، حاسس ان ربنا بعيد جدا والوصول ليه صعب جدا جدا جدا، وحاسس ان ربنا مش ممتع، العلاقة معاه مش ممتعة بالمرة. لو انت حاسس الكلام ده احب اقولك ان الثلاث افكار دي ويمكن افكار تانية كتيرة عاوز اسمعها من حضراتكم في تليفوناتكم لما نفتح فقرة التليفونات كمان دقايق معدودة، احب اسمع منكم افكار تانية مغلوطة عن ربنا، ونفسي انا احب جدا ان احنا نتحاور ويعني يمكن نختلف في الرأي عشان نوصل للحقيقة، الحقيقة الواحدة المطلقة اللي مفيش غيرها. في حاجة واحدة بس حقيقية، في ليل وفي نور، ما اقدرش اسمي الليل نور وما اقدرش اسمي النور ليل. في حقيقة اسمها ان النور نور، وان الليل ليل، وان الغلط غلط، وان الصح صح، بس في ناس تحب تلخبط الدنيا. افكار مغلوطة عن ربنا، بيراقبني، هو بعيد، هو ممل. بس خليني قبل ما اسمع تليفونات حضراتكم اسأل، فعلا اسأل نفسي واسألكم، هي دي الحقيقة؟ هو ربنا بجد كده؟ بصراحة انا عملت غلطة، وعاوزك تفكر معايا ايه الغلطة اللي انا عملتها اللي خلتني اوصل للافكار المغلوطة دي، ان ربنا بيراقبني وواقف لي على الواحدة، بعيد وممل. عارفين ايه الغلطة اللي انا عملتها؟ ان انا قارنته بالناس. انا شفت الناس حواليا عاملة ازاي في العالم، وقلت اكيد هو زي الناس، زي الناس العظيمة طبعا، مش زي الناس اللي هي مش عظيمة. قارنته بالناس العظيمة، ودي اكبر غلطة انا عملتها،
وانا بحاول اوصف مين هو ربنا. بس الحقيقة في العهد الجديد تتكتب آيتين تشرح لنا انه دي غلطة كبيرة اوعى نعملها. في آية من الآيات في إنجيل يوحنا إصحاح 14 وعدد 8، واحد من التلاميذ بعد 3 سنين من العيشة مع المسيح اسمه فيلبس. فيلبس عمل الغلطة دي وكان زعلان جدا انه هو مش شايف ربنا. زي ما ابتديت البرنامج، احنا زعلانين ان احنا مش شايفين ربنا. ففيلبس قال للمسيح الجملة دي: يا سيد أرنا الآب وكفانا. عاوزين نشوف ربنا وكفايانا بقى، عمال توعظنا 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 وتقول لنا على حاجات هتحصل، وتقول لنا 1 و2 و3 وموعظة الجبل ومواعظ تانية ومعجزات. أنا عاوز منك حاجة واحدة، عاوز أشوف ربنا وكفايانا. فيسوع يرد عليه بآية دقيقة جدا عاوزك تسمعها عشان نعرف مين هو ربنا. يسوع رد عليه وقال له كده، قال له يسوع في إنجيل يوحنا عدد 14 عدد إصحاح 14 عدد 8، قال له يسوع، ورأي إن هو قال له يسوع معاتبا وبيعاتبني وبيعاتبك، بيقول لي اوعى تعمل الغلطة دي. أنا معكم زمانا هذه مدته، في يوحنا 14 9 بيقول له فيلبس: يا فيلبس أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. يسوع مش ده السؤال، مش ده السؤال. فيلبس عارفك، هو بقى ان هو عاش معاك 3 سنين وعارف انت مين يا يسوع، ده مش سؤاله. فيلبس بيسألك سؤال واضح: أرنا الآب وكفانا. عاوزين نشوف ربنا، احنا عارفينك يا يسوع، انت نبي عظيم، انت المسيح المنتظر، بس انا عاوز اشوف ربنا اللي انت بتكلمنا عنه. فيسوع رد عليه وقال له كده: الذي رآني فقد رأى الآب، الذي رآني فقد رأى الله. عاوز تعرف مين هو ربنا؟ بص على المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الله الابن الظاهر في الجسد، هو الكلمة. يسوع المسيح هو الله، هو الابن الذي أعلن عن الآب. عاوز تعرف مين هو ربنا؟ اتفرج على يسوع هتعرف مين هو ربنا بجد. وعارف ان دي فكرة ممكن تكون صادمة لكتير مننا، بس دي الحقيقة، دي الحقيقة، دي الحقيقة المطلقة. عاوز تعرف مين ربنا؟ مش الأفكار المغلوطة اللي أنا اتكلمت عنها، بس بص على حياة يسوع المسيح، هو ده الإعلان الحقيقي عن الآب، عن الله الآب. آية تانية أوضح بكتير قوي، إنجيل يوحنا إصحاح 1 عدد 8، يسوع بيقول كده، أو يوحنا وهو بيكتب الإصحاح بتاعه بيقول كده، بيقول: الله لم يره أحد قط. يعني إيه لم يره أحد قط؟ غير طبعا إن إحنا ما شفناهوش لأن الله روح، بس الآية دي لها عمق أكبر من كده. قصده يقول انه ربنا ما حدش عرف يفهمه، ربنا ما حدش عرفه بجد. عندنا افكار من بعيد عن ربنا. طبعا في العهد القديم ناس كتير عرفت ربنا بس من بعيد. الله لم يره احد قط بجد، يعني عن قرب. ربنا ما حدش فهمه قوي قوي قوي، ما حدش شاف الاعلان الواضح الصريح عنه. بس بيكمل ويقول كده: الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب، يسوع المسيح، هو قال لنا مين هو ربنا. مش قال لنا عن طريق وعظ، لا 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 لا، قال لنا في حياته. علشان كده يسوع بيقول: انا هو الطريق والحق والحياه. انا يا جماعه بصوا على حياتي هتعرفوا مين هو ربنا. في عجاله كده قبل ما اخد تليفونات حضراتكم ونبتدي نتناقش كده في الموضوع دوت، ونفسي النهارده انه اللي شايف ربنا بعيد او بيراقبني او مش ممتع، نصلي معاك في التليفون وفي اسم يسوع عينك تتفتح النهارده وقلبك يتفتح وتعرف ان الهنا قريب قوي منك ومش بيراقبك. هو طبعا عارف كل حاجه بتعملها، بس هتكلم دلوقتي هو عامل ازاي. والهنا مش ممل خالص، ده ملذ. لما نبص على حياه يسوع ونشوف هو بيراقبني بجد، هو واقف لي يعني بالمرصاد كده وعاوز يمسك لي على الواحده ولا لا. الصراحه تتقال ايات عكس كده في حياه يسوع. يتقال في انجيل لوقا اصحاح 7 عدد 34: كان محبا للعشارين والخطاة. كان بيحب العشارين والخطاة. بس في قصة في حياة يسوع روعة بتحكي المثل ده، ان بصراحة مش هو المراقب، مش هو مراقب بتاع لجنة الامتحان اللي بيمسك لي على الواحدة، لا، ده الناس حواليا هي اللي بتراقب. في انجيل يوحنا اصحاح 8 عدد 10 تتحكي القصة العظيمة عن امرأة امسكت وهي بتزني، امسكت في ذات الفعل، والناس طبعا مراقبين عاملين زي المراقب، مسكوها وهي بتزني. وطبعا مسكوا الراجل وايه، هو مسكوا اسف الست، وما مسكوش ايه، ما مسكوش الراجل. يمكن كان الراجل شخصية عظيمة، يمكن كان راجل بقى ومش ست فما يمسكوهوش.
المهم مسكوا الست دي زي المراقب اللي في الامتحان وعاوزين يرجموها زي بالظبط المراقب اللي في الامتحان اللي عاوز يطبق القانون، وما فيش اي عيب ان انت تكون عاوز تطبق القانون. بس بعتوها ليسوع وقالوا له نعمل ايه في الست دي؟ فقال لهم ايته الشهيره، من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. وبعدين قال لها الايه دي في يوحنا 8:10، قال لها يا امراه اين هم اولئك المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ هم فين المراقبين دول؟ فين المراقبين اللي مسكوكي وعاوزين يفعصوكي وعاوزين يودوكي النار؟ هم راحوا فين؟ قالت لا احد يا سيد، انت المراقبين مشيتهم، بس انا طول عمري فاهمه ان انت المراقب الاعظم، انا فاهمه ان انت المراقب اللي بتراقبني وماسك لي على الواحده، واول ما اعمل حاجه غلط هتضربني. بس كانت المفاجاه، وناس كتير من الناس اللي ضد ان يسوع المسيح هو ابن الله وهو الله الظاهر في الجسد، وناس كتيره في الغرب في الدول اوروبا وامريكا بيقولوا حتى ان القصه دي مش موجوده في انجيل يوحنا، بيعتبروا انه مش ممكن يسوع يكون قال لها الكلام اللي جاي. بس بالفعل يسوع قال لها الكلام اللي جاي، قال لها يسوع ولا انا ادينك. يا رب، ده انا فاكر ان انت الديان الاعظم، انت مش حدين الست دي، انا فاكر ان انت المراقب الاعظم زي المراقب اللي في لجنه الامتحان، مش حدينها. قال لها يسوع، انجيل يوحنا اصحاح 8 من عدد 10، قال لها يسوع ولا انا ادينك، اذهبي. بس قالها حاجة مهمة قوي، ولا تخطئي أيضا. اذهبي، بس مش معنى أن أنا بقولك اذهبي أن أنا موافق على الغلط، لا 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 لا، بقولك اذهبي أنا مش واقف لك على الواحدة، بس عارفة هدفي إيه؟ هدفي أنك تتغيري. ده هدفي اللي أنت فهمتيه غلط. أنت افتكرتي أن أنا واقف لك على الواحدة وعاوزك أول ما تغلطي أفعصك. لا لا لا، انا بقولك ان الزنا غلط لان الزنا ده هيحرقك ويدمر حياتك، وبقولك ان الزنا غلط لان الزنا ده هيحرقك ويدمر حياتك ويدمر اسرتك ويدمر حياتك الزواجيه والاسريه المستقبليه. انا بقول لبنتي ما تحطيش ايدك في النار، مش علشان انا متسلط، بس لاني خايف لما هي تحط ايدها في النار ايدها تتحرق. طب لو بنتي فعلا حطت ايدها في النار في يوم من الايام رغما عني، هلطشها بالقلم؟ هسحقها؟ هموتها؟ لا. هل هبطل احضنها؟ لا ابدا، هحضنها. بس عارفين كل مره بحضن فيها بنتي وبشوف ايدها المحروقه هحضنها ومش هرفضها، بس كل مره بشوف ايدها المحروقه انا بزعل عليها وقلبي بيبكي عليها. ربنا بيحبك وعاوزك تتغير، مش واقف لك على الواحده، ده زعلان على الخطيه اللي بتدمر حياتك. معانا تليفون آدم من السويس. ألو ألو، مساء الخير. ازيك يا آدم، عامل ايه؟ الحمد لله أخبارك؟ تمام، نشكر ربنا، اتفضل. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، قلت في أول حتة مظبوطة قلتها حضرتك لما أيوب قال إن هو كان شايف إن ربنا رقيب. ما في نفس الوقت الفكره دي عكس فكره ان لازم ادقق في حياتي واشوف ايه الحاجات الغلط زي ما الروح القدس بيقول لي وابطلها او اعرف عنها. ازاي يعني؟ انا شايف ان فكرتين عكس بعض. ادم، انت بص، انا لسه حكي قصه قبل على طول ما تتكلم، مش عارف انت سمعتها ولا لا، اللي هي عن المراه التي امسكت في ذات الفعل. هل سمعتها واحنا بنتكلم؟ سمعت مش كلها. بص، هي القصة دي فيها حتة جميلة قوي بتشرح بالظبط الفرق اللي انت قلته. طبعا انا متفق معاك انه انا محتاج ادقق في حياتي ليه؟ عشان اطرد الخطية. بس دي لا تتعارض ان الله مش مراقب بانهي معنى. يعني انا كنت بحاول اوضح قوي يا ادم ايه فكرة ايه؟ انه ربنا مش واقف لي على الواحدة ومستنيني اول ما اغلط يقوم فاعصني. في قصة المرأة التي امسكت في ذات الفعل دي، الناس الكتبة والفريسيين كانوا عاملين زي المراقب اللي واقفين بالمرصاد للخاطي وعاوزين أول ما يعمل غلط يرموه في النار ولا لأ؟ كانوا عاوزين يرجموها، مش كده؟ وكانوا فاكرين إن ربنا زيهم، فراحوا عاوزين يحرجوا يسوع لأنه عارفين طبعا هو بيحب الناس، وهم فاكرين إن يسوع مش ممكن يكون ابن الله، فعاوزين يحرجوه. فجابوها له بيقول له نعمل إيه مع الست دي؟ موسى قال ترجم، ده زي الرقيب، أنا مراقب، أول ما أعمل حاجة غلط المفروض اتعاقب ولا هنسيبها؟ فيسوع طبعا قال الجمله الاولانيه، من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر، كانه عاوز يبعد الناس عنها. فدي مفهومه.
بس الغريبه في القصه دي، انا كنت متوقع من يسوع انه يدينها ويقول لها اللي انت عملتيه غلط، اذا اذهبي الى الجحيم فورا، لان انا عامل زي المراقب اللي اول ما حقفش حاجه غلط هعمل ايه؟ هسقطك في الامتحان على طول وهسحقك. بس الحقيقه هو عمل حاجه غريبه. قال لها يسوع: ولا انا ادينك. بس بمعنى ايه بقى يا ادم؟ بالظبط زي ما انت قلت، عمر ما كان ده معناه ان انا ما ادققش في حياتي واسيب الخطيه ترعى في حياتي. لا، ده هو يسوع في الجمله دي قال لها ايه؟ ولا انا ادينك اذهبي، وما قالش نقطه وخلاص، انما كمل وقال ايه؟ ولا تخطئي ايضا. هدف يسوع ايه يا ادم؟ ان انا اتغير. هدف يسوع الاصيل مش ان هو اول ما اعمل خطيه يقوم فاعصني وملقيني في جحيم، لا. هدف يسوع بيقول لي ما تعملش الغلط. ليه؟ لان الغلطه هتدمر حياتك. انا مش هدفي اقف لك بالمرصاد عشان ابقى فرحان قوي وانت بتغلط فاسحق حياتك، فافضل طول عمري خايف من ربنا اللي واقف لي على الواحده ده، فاهمني؟ بس هدف ربنا في حياتي ان هو يغيرني وبطل خطيه فبطل ادمر نفسي. واضح الفرق بين الفكرتين يا ادم؟ واضح. فطبعا انا متفق معاك جدا ان الروح القدس محتاج جدا ابقى مدقق جدا في حياتي على كل خطيه بعملها. ليه؟ مش علشان خايف من ربنا ان هو هيسحقني، لا، ده بالعكس، ده ربنا هو اللي خايف عليا لحسن اعور نفسي بالخطيه دي. فدي الفكره اللي تخلي الفكرتين مع بعض منسجمتين تماما، مش حتى انا بحاول اوفق بينهم، لا، ده هو خايف عليا مش عاوز يسحقني فبقى انا اللي خايف منه. اشكرك يا ادم من اجل السؤال ده، سؤال مهم جدا بيوضح الفكره، ودي بالظبط الايه اللي يسوع قالها فيها التوازن ده: اذهبي ولا انا ادينك، بس لا تخطئي ايضا. اشكرك يا ادم من اجل تليفونك. معانا تليفون تاني، هاني من سوهاج. الو، مساء الخير يا هاني. يا مساء النور. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا اخ عزيز. اهلا بيك، اتفضل، انا سامعك. انا هاني من سوهاج. اهلا وسهلا، اتفضل. انا محتاج كنت حضرتك خطبة صلاة. ان في امور بيحصل فيها تشويش معايا. ايوه. يعني انا لما اجي بصلي بطلب من الرب يسوع، من زمان من الصغر بحس ان الرب يسوع حاجة والله حاجة تاني. فبطلب حاجة اقول يا رب مثلا يسوع سجد الصلاة. فحس ان المسيح حاجة والله حاجة تاني. ايوه. يعني نفسي ربنا يديني الايمان نحس هم يعني الله هو يعني المسيح هو الله. لا، قول تاني اخر جمله، معلش معلش، قول تاني اخر جمله. التعليم الصح انا يعني عندي يقين او ايمان متاكد 100%، ما علمناش بالظبط نحن صغيرين ناس احد او كده الحياه المسيحيه حاجه اساسيه، فعشان كده بناخدها كده بالايمان. اوكي، اشكرك. نيجي نصلي مع ربنا يديني ايمان ان افهم الحاجه دي، ويكون من جوايا الثقه جوايا متصلي بربنا بحيث ان هو المسيح. طيب هقول لك ايه يا هاني، هاني خليك معايا بس ثانيه، هقول لك ايه في الحته دي مهمه قوي، احنا دي بتلخبطنا شويه. في ايه في انجيل يوحنا اصحاح 16 على ما اتذكر بتقول كده: ان طلبت شيئا باسمه باسم يسوع يجاب لكم. يعني لو طلبت حاجة باسم يسوع ربنا على طول هيستجيب الطلب، ويسوع كان بيشجع تلاميذه اطلبوا باسمي. ساعات احنا بنفهم الآية دي ان هي لو طلبت الحاجة بإيمان باسم يسوع على طول هتيجي، وده فعلا صح. بس في توضيح بقى يوحنا ذات نفسه عمله في الرسالة الأولى، واعتقد دي جت في رسالة يوحنا الأولى اصحاح 5، بيقول ايه؟ بيقول: ولنا هذه الثقة، الثقة اللي انت بتتكلم عنها ان انا واثق ان ربنا هيستجيب الطلب، بيقول ايه؟ لنا هذه الثقة: ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يستجيب الصلاة. يعني بيجيبنا، يعني هنلاقي الصلاة دي، بس اهم حاجة هاني ان انا اعمل ايه؟ حسب مشيئته. وحسب مشيئته دي بقى دي بتاخد مشوار. اشجعك جدا تصلي بايمان، وانا مبسوط جدا ان انت بتقولي انا عندي ايمان ان هي بتحصل، بس اشجعك جدا تظبط الموجة بتاعتك على موجة ربنا. ربنا عنده مشيئة كاملة وصالحة وإيه كمان؟ ومرضية، صح كده؟ أنا عاوز قلبي بقى يكون مظبوط على قلبه، على قلب الموجة الإلهية دي، إنه يا رب لما أصلي أقول له يا رب على قلبك إيه؟ على قلبك إيه لحياتي؟ وعلى قلبك إيه للبلد اللي أنا عايش فيها؟ وعلى قلبك إيه للناس اللي حواليا ولعيلتي؟ وربنا يبتدي يكلمني. على فكرة يا جماعة أنا ما بقولش كلام دروشة، ربنا بيتكلم فعلا، ربنا بيتكلم جوه قلبي وبيقول لي احلامه ليا ايه. وما تقلقش، احلامه لحياتك احلى بكتير من احلامي انا لحياتي.
واحلامه للناس اللي حواليه احلى بكتير من احلامي ليهم. فشجعك كمل صلاه، وانا حصلي لك النهارده في الحلقه ان ربنا يديك نعمه ويديك صلوات مقتدره طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها زي ما يعقوب قال. بس هشجعك كمان تبتدي تعمل التمرين ده، انك تظبط ودنك على صوت ربنا وعلى مشيئة ربنا الكاملة والصالحة والمرضية. لما تعمل كده كل يوم عن يوم هتلاقي طلبات اكتر بتستجاب. ليه؟ لان انت بقيت تصلي حسب مشيئته. اشكرك هاني من اجل سؤالك، وربنا يباركك ويديك نعمة في حياتك. معانا تليفون تالت، بنت الملك من سوهاج. الو الو، ايوه مساء الخير، ازاي حضرتك؟ مساء الفل، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا بي. اتفضلي، انا سامع حضرتك. انت معايا؟ اه انا معاك، اتفضلي. بتقول للاخت معايا، انا بس كنت هشارك، هي الاخت بتقول انا هقول هحاول نتعالج او مشاركه يعني. اه انا مع حضرتك، اول اتفضلي، حاجه بس كده احنا على الهوا حاليا، حاولت اتفضلي. يعني، حاولت ماشي اوكي، اصل هو لسه حاساه بيتكلم يعني. لا، ما انت، ما التلفزيون دايما هيبقى مؤخر، التلفزيون دايما مؤخر لان احنا على الهوا، طب اوكي فخليكي معايا في اوكي التليفون. اهلا بيكي، اتفضلي. اوكي الو ايوه الو انا معاكي، اتفضلي. الو ايوه الو، ايوه ايوه انا زيزو، اتفضلي ايوه يا حضرتك، زيزو، انا ايوه يا سامعك. زيزو اتفضل، اهلا وسهلا. انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، هشارك في حاجه، ان في افكار كتير فعلا الناس بتفكر فيها وبتقول معايا، ايوه انا معاكي، في افكار كتيرة. بتقول ان يعني كأن ربنا بيعمل حاجه يقولوا الرب هو اللي عمل كده، لكن هو ما يكونش الرب اللي عمل كده، لكن هم واخدين فكره عن الرب كده، لكن هم يكون الشيطان اللي بيعمل، الرب بيعمل الصالح والخير، فعشان كده اشكرك، بيفكروا الافكار الغلط دي. مظبوط مظبوط، كلام جميل. لكن اللي انا جربته مع نفسي في الحاجات ديت كتير، كل ما تحصل حاجه وفي ناس تقول لي الرب بيعمل كده، لكن هو فعلا الرب ما بيكونش عامل كده، الرب بيعمل الخير، بيقول نحن نعلم كل الاشياء بمعنى الخير للذين يحبون الله. فانا اشكرك، عارفه ان انا الرب عاوز بيعمل اشكرك، الخير بين البنات واولاده، ففعلا الناس بتحولها بتاخد افكار غلط عن الرب، انا عاوز لكن اشكرك هي بشكل خاص، الحقيقه لانه الرب بيعمل وانا الخير بحضر الحلقه للناس. دي كان بصراحه عندي 4 افكار فعلا عاوز اقولها عن ربنا، اللي هي ان هو مراقب وبعيد وممل، وكنت عاوز اقول الفكره اللي حضرتك بتقوليها دي، وبعدين حسيت لا، عاوز اقف كده واسمع تليفونات المشاهدين، يمكن هم عندهم افكار تانية، فاشكرك، لان هي دي بالظبط فكره منتشره جدا، انه ربنا كانه مسيطر بيعمل كل حاجه في الكون، وحتى يعني ايه، حتى حياتنا يعني مسيره تماما، فبالظبط زي ما انت بتقولي، يعني بفتكر حاجات كتيره ربنا بيعملها وهو مش بيعملها حقيقي. هو الشيطان اللي بيحاول يلعب في دماغ الناس، وبيحاول هو يسمح في حاجة، لكن هي المشكلة إن الناس بتحولها للرب، لكن للأسف الرب ما بيعملش حاجة وحشة للبنات وأولاده إطلاقا. طب اسال حضرتك سؤال، معلش، حضرتك قلتي ربنا ما بيعملش بعض الحاجات بس الشيطان احيانا بيعملها، طب هل انا كمان في حاجات بعملها وبفتكر ان ربنا هو اللي عملها؟ ازاي يعني تقصد ايه السؤال؟ يعني في ناس مثلا بتقول احنا مسيرين مش مخيرين، واللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين، فانا مثلا اتجوزت فلانه ده ربنا قسمها لي، انا دخلت الشغلانه دي ده ربنا قسمها لي، ده حتى في ناس تقول ايه، يعني انا عملت الخطيه الفلانيه اكيد ربنا رايد ليا ان انا اعمل كده، هل ده ربنا ولا ده انا؟ لا ده انا طبعا، بالظبط، انا اللي اشكرك عليا الاختيار، ربي يديني مطلق الحريه والاختيار، اشكرك اشكرك، انا مش بالظبط كده، مخير، مظبوط مظبوط، انا اشكرك جدا من اجل مخير. التليفون ده، مش كل حاجه بنشوفها ربنا هو اللي عاملها، بالظبط، لان حضرتك قلتي اهم كلمه دلوقتي، هو بيديني حريه الاختيار لان هو بيحبني، وبسبب ان هو بيحبني ومديني حريه الاختيار، في حاجات كتيره في عالمنا بتحصل مش هو اللي عاوز يعملها، هو مشيئته كامله وصالحه ومرضيه، وبصراحه زي ما حضرتك بتقولي في حاجات كتيره حوالينا بتحصل فيها الم وفيها تعب وفيها شر، احيانا احنا اللي بنعملها بسبب حريه اختيارنا، واحيانا زي ما حضرتك قلت الشيطان بيعملها. اشكرك جدا للتوضيح ده، ربنا مش متسلط متجبر، انما ربنا بيدينا حريه الاختيار. شكرا من اجل تليفونك. عندنا تليفون كمان، فلورا من المنيا. الو الو، مساء الخير، ألو، مساء الخير، ازيك يا أيوه، فلورا؟ يا أخي، اهلا وسهلا، يا أخي زيزو، اهلا بيك، استاذنك بس توطي التلفزيون عشان أهلا اعرف اسمعك. بحضرتك، إزاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. أنا أصلا الأفكار المغلوطة، وأنا حلقة عن
الله، هل المرض عقاب من الله؟ دي حاجة يعني من الأعصار المغلوطة، لكن في رأيي أنا إن الله مش بيدفن أبو المصطفى، فلان ده غلط ظلم زنا حمل أي حاجة، يمرض قبل ما يموت أو يتعذب شوية في الألم قبل ما يموت أو في وقت حياته. لكن أنا متهيألي إن لما بيرتكب خطية في جرس إنذار بيرن. لا معلش استأذنك، عيد الجملة الأخيرة ما سمعتهاش كويس. أنا هنا اللي يرتكب يعني خطية يحصل له إيه؟ زي الطفل لما باباه ومامته يعمل أي خطأ أو أي حاجة بحاجة مسطرة كده أو حاجة صغيرة يلسعه بيه. فأنا متهيألي كده إن الله المصطاد مش بيدفن بالمرصاد، بس بيدينا جرس الإنذار ده. لا طب خليني اشرح لك الفكره دي فكره مهمه قوي انت قلتيها. ده الفرق ما بين التاديب والعقاب. طبعا انا لو بابايا ومامتي مش بيأدبوني هطلع ولد عوج، صح كده، معوج، يعني هطلع بعمل حاجات غلط كتيره جدا لو هم ما أدبونيش. بس التاديب لمصلحتي، العقاب مش لمصلحتي، العقاب هدفه تطبيق القانون فقط، ان انا اشوف ايه الصح واكافئ عليه، اشوف ايه الغلط واضرب بغض النظر عني كانسان. انما بابايا ومامتي بيأدبوني علشان ابقى انسان احسن، وفي التاديب مش هيكسروا رجلي، في التاديب مش هيعيوني، مش هيصيبوني بمرض، في التاديب هيحبوني فعلا. في رساله العبرانيين بيقول انه ان كنا بلا تاديب فكاننا اولاد زنا، ملناش اب. ابونا بيأدبنا بس مش يكسر رجلي، مش يخليني اتسحق وانزف، انما بيأدبني علشان ابقى احسن. وعاوز برضو اجاوب حضرتك على موضوع المرض، لان هو موضوع شائك، انا اتكلمت عنه في مرتين قبل كده. مره عملت برنامجين مختلفين كانهم كانوا ضد بعض، مره كان معايا باسم فرانس بنتكلم انه ازاي الله قدير بيصنع معجزات بيشفي من المرض، ومره تانية جبت نادره واتكلمنا انه ازاي ربنا موجود في وسط المرض وفي وسط الالم، حتى لو ما خفتش من المرض بشوفه بيتمجد في حياتي في وسط المرض، وكأن الناس متلخبطة كده، هو بيشفي ولا ما بيشفيش؟ خليني أوضح الحتة دي. أكيد 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 ربنا بيشفي، وأكيد هو إله قدير، وأكيد في السماء لا مرض، اتكتب كده في سفر الرؤيا، مفيش بكا مفيش حزن مفيش دموع ومفيش مرض. أكيد دي المشيئة الصالحة الكاملة المرضية لينا. بس على الأرض بنشوف مرض، وبنشوف بولس الرسول إن هو كان عنده شوكة في الجسد، صحيح، بس ممكن ربنا في وسط المرض ده يديني نعمة ويقول لي كده تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. مش عاوز أقول ربنا اللي بعت المرض، الكتاب المقدس ما بيقولش إن ربنا اللي بعت المرض، بس بيقول يمكن يسيب المرض ويديني نعمة، والنعمة دي تكون أقوى بكتير جدا من المرض، ويمكن طبعا يشفي. وربنا دعاني ودعاك إن احنا نصلي للشفاء من المرض. إن كان مريض بينكم، إن كان أحد مريض بينكم، زي ما يعقوب بيكتب في الرسالة بيقول كده، فليدعو شيوخ الكنيسة وليصلوا من أجله في اسم الرب يسوع. أشكرك من أجل تليفونك، وأشكرك من أجل فكرتين جمال جدا. هل المرض ده تجربة من ربنا؟ وهل ربنا بيعمل زي بابايا ومامتي إن هو بيديني بالمسطرة؟ هل بيعاقبني ولا بيقدمني؟ أشكرك من أجل الأفكار الجميلة دي. معانا تليفون كمان، سامي من شبرا. ألو. أيوه. مساء الخير، إزيك يا سامي؟ النور، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ اهلا بيك، اتفضل. تمام، نشكر ربنا. بصراحه احنا بنستنى البرنامج بتاعك من الاسبوع للاسبوع يعني، واحنا كمان بنستناكم، بنحبكم كلكم. ربنا يخليك يا خديجه. هو معاملات الله حلوه زي ما حضرتك بتقول. امين. والله ما بيعاملناش زي ما احنا يعني زي ما بنعامل نفسنا، يعني ربنا زي المدرس لما الانسان يغلط يروح جاي حاسبه او مسقطه في الامتحان، الله غير كده خالص. صحيح. يعني ساره ابراهيم لما قال لساره قول انك انت اخت عشان يكون ليا خير بسببي، لكن نشوف ان الله يظهر لابي مالك ويقول له اياك يا مس الست لانها زوجة رجل وهو نبي. صحيح. وضربه ضربه وقال له مش ردها لزوجها لانها امراه رجل وهو نبي. شوف رغم ان ابراهيم كان كذب، ايوه، لكن نشوف معاملات الله، نشوف الله بيقول له ده نبي وهو يصلي لاجلك.
وما طلبش من اجلك انا مش هرفع الضرب عنك ابدا. مختلفة عن تعاملاتنا احنا مع بعض. صحيح. احنا انا لما ابني يغلط بحاسبه، بحاول مثلا احاسبه، بحاول احرمه من المصروف، احرمه من حاجة حلوة، احرمه من رحلة كده، لكن الله غير كده. لما بنغلط بيراعيها. اشكرك من اجل الملاحظه دي. وعاوز اقول لك حاجه اقسامي، انه ساعات كتيره وانا بقرا الكتاب المقدس بشوف الناس بتعمل ايه مع ربنا، واقف كده واسال نفسي سؤال، اتخيل كده يا رب هيكون ايه رد فعلك على الموقف ده، وفي اغلب الاحوال بيطلع رد فعله مختلف تماما عن اللي انا كنت فاكره، لان انا فاكره هيعمل رد فعل زي ما الناس بتعمل رد فعل. انا بلاقي فعلا زي ما انت بتقول رد فعل مختلف تماما، هو بيأدب بس مش بيعاقب، هو عاوز مصلحتي مش عاوز بس يطبق قانون. الرحمة والحب فوق القانون، الرحمة والحب هو الهدف، الرحمة عنده أغلى من الذبيحة. أشكرك من أجل تليفونك، ونفسي قبل ما نطلع فاصل أعلق بس على الفكرتين دول قبل ما نطلع فاصل ونكمل نستقبل تليفونات حضراتكم. احنا قلنا ربنا بيراقب، لا ربنا مش بيراقب، والقصة بتاعت المرأة التي أمسكت في ذات الفعل بتوضح قوي الفكرة دي. بس عاوز أعلق على الفكرة التانية، ويمكن بعد الفاصل وإحنا بنستقبل تليفونات حضراتكم نعلق على الفكرة الأخيرة، هل ربنا فعلا ممل ولا ملز؟ بس عاوز أعلق على الفكرة التانية، هو ربنا بعيد ولا قريب؟ الصراحة إحنا ناس كتيرة جدا فاكرة إنه ربنا بعيد وإن إحنا اللي بندور عليه ومش لاقيينه. ناس كتيرة تيجي تقول لي يا ما صلينا، يا ما قرينا في الكتاب المقدس، دورنا عليه ومش موجود. في رحلة بحث عن ربنا واضح إن ربنا خارج نطاق الخدمة، مش موجود، كأننا بنكلمه على التليفون وهو خارج نطاق الخدمة. هل ده حقيقي؟ إحنا مرة تانية قلنا اللي بيفهمنا الحقيقة وبيعرفنا مين هو ربنا مين؟ مش الناس اللي حوالينا، لأ، يسوع المسيح. بص على حياة يسوع المسيح وهتعرف مين هو ربنا. طيب تعالوا نبص على حياة يسوع المسيح. حياة يسوع المسيح بتقول ان احنا اللي بندور على ربنا في كل حتة ومش لاقينه وان هو خارج نطاق الخدمة، ولا حياة يسوع المسيح بتقول ان هو اللي بيدور علينا وللأسف الشديد مش لاقينا؟ بصوا في انجيل يوحنا اصحاح 1 عدد 11 بيقول ايه؟ الى خاصته جاء، ربنا جه في يسوع المسيح إلى خاصته، هو اللي جالنا مش إحنا اللي بندور عليه، هو اللي بيدور علينا. إلى خاصته جاء وللأسف الشديد وخاصته لم تقبله. الحقيقة إنه مش ربنا اللي مش إحنا اللي بندور على ربنا وربنا مش موجود، لا، ربنا بيدور عليك وبيدور عليك النهاردة في البرنامج ده وإحنا عمالين نتكلم ونستقبل التليفونات، بيدور عليك. إلى خاصته جاء ومستنيك تقبله. في شاعر لبناني جميل اسمه ميخائيل نعيمة قال أبيات الشعر ده، بيت الشعر ده اسمعوا كده، بيقول على لسانه، بيقول: سألت ربي أين أنت؟ فأجابني بل أين أنت؟ أنا سألت ربنا يا رب أنت فين؟ حتى متى تنساني كل النسيان؟ فالشاعر اللبناني ده بيقول ربنا رد علي وقال لي بل أين أنت؟ السؤال الحقيقي مش إن أنا أقول لربنا أنت فين؟ عارفين السؤال الحقيقي إيه؟ ربنا بيسألني أنت فين؟ ربنا بيسأل آدم يا آدم أين أنت؟ وربنا بيسألك النهاردة حتى لو بقالك سنين كتيرة مع ربنا بس غارس كده في حتة ومش عارف تطلع منها، بيقول لك أين أنت؟ ما لك ها هنا يا إيليا؟ أشجعك وإحنا في الفاصل في الخمس دقائق دي صلي، وإنت بتروح تجيب كوباية مية أو إنت بتعدل قعدتك أو إنت بتعمل أي حاجة في الفاصل، اسأل نفسك السؤال ده، هو أنا فين؟ هو أنا في الحتة الصح ولا لأ؟ أحبائي نلقاكم بعد الفاصل في برنامجكم نرى نورا، والنهاردة بنتكلم عن أفكار مغلوطة عن ربنا عاوزين النور يجي عليها والأفكار دي تتصلح. مستنيين تليفوناتكم بعد الفاصل، ربنا يبارككم.
يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اهلا بيكم مره تانية في برنامجكم اللي احنا بنحبه، وناس كتير يعني بنستنى البرنامج دوت، برنامج نرى نورا. برحب بيكم مره تانية. عنوان حلقتنا النهارده افكار مغلوطه عن ربنا. ياما الناس عندها افكار عن ربنا مش حقيقيه ومش صحيحه، وللاسف الافكار المغلوطه دي بتبعدني عن ربنا. تخيل كده، في واحد كل ما تشوفه انت زعلان منه. عارف ليه زعلان منه؟ لان في ناس كتيره قالت لك ان هو مش بيحبك، قالت لك ان هو واقف لك على الواحده. في ناس كتير قالت لك ان الراجل ده ممل، دمه تقيل. في ناس كتير قالت لك الراجل ده ما بيتكلمش. والنهارده يمكن تكون دي حالتي وحالتك في علاقتي مع ربنا. عندي افكار كتيره مغلوطه عنه. كنا بنتكلم في بدايه الحلقه عن ثلاث افكار مغلوطه، وجالنا تليفون ادالنا فكره رابعه كمان مغلوطه عن ربنا. قلنا ان ساعات كتيره بنفتكر ان ربنا عامل زي المراقب في لجنه الامتحان، واقف لي على الواحده بالمرصاد، اول ما اعمل حاجه غلط يقفشني ويلغي الامتحان ويسقطني ويمكن يفصلني من المدرسه. وكان ربنا مستنيني ان انا اغلط، اول ما اغلط هيسحقني ويوديني جحيم. فكره تانية مغلوطه عن ربنا ان هو بعيد قوي 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 وعمري ما هعرف اوصل له. فكره ثالثه مغلوطه عن ربنا ان العلاقه معاه مش ممتعه، العلاقه معاه ممله جدا جدا جدا. هقول ايه لربنا؟ هقعد اصلي اقول ايه؟ وفكره رابعه جات لنا في واحده من التليفونات بتقول كده، انه كان ربنا متسلط على كل حاجه، فما فيش حاجه بتحصل في الدنيا من غير امره. فبما ان الدنيا كلها الم وتعب وظلم، هو كل ده بمشيئه ربنا. لو كل ده بمشيئه ربنا يبقى ربنا ظالم. بس قلنا عشان نفهم ربنا صح نبص على يسوع المسيح. الله لم يره احد قط، بس الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر.
بص على حياة يسوع وشوف هل هو فعلا ماسك للناس على الواحدة وبيراقبهم. وقلنا قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل بتقول غير كده، بتقول إن ربنا يسوع المسيح قال لها ولا أنا أدينك، أنا مش واقف لك على الواحدة، اذهبي بس لا تخطئي أيضا. مش معنى ان انا بقول لك اذهبي ان انت تعيشي حياتك براحتك، لا، الخطيه هتدمر حياتك، فانا خايف عليكي، انا خايف ان انت تعوري نفسك، انا متضايق جدا ان انت بتعوري نفسك، بس مش واقف لك على الواحده واول ما تغلطي عاوز اسحقك. ازاي ده؟ العكس خالص، ده انا خايف عليكي. هل ربنا بعيد؟ واتكلمنا عن كده قبل على طول ما نخرج فاصل، اتكلمنا ان ناس كتيره شايفه ان ربنا بعيد قوي، وكان احنا بندور عليه وبندور عليه في كل حتة، وكانت النتيجة أن الله خارج نطاق الخدمة، ربنا غير موجود. بس قلنا لما بنبص على حياة يسوع المسيح بنكتشف كده أنه مش إحنا اللي بندور عليه وهو مش موجود. الحقيقة أن ربنا هو اللي بيدور عليك وعليا وإحنا مش موجودين. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، دي حياة يسوع المسيح، ده ملخص حياة يسوع المسيح، الحياة اللي بتعلن من هو الله، ملخص حياته. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وقلنا بيت الشعر الجميل اللي أتمنى أكون فاكره صح وما بغلطش فيه، وأعتذر للشاعر لو كنت غلطت فيه. الشاعر ميخائيل نعيمة بيقول كده: قلت لربي أين أنت؟ فأجابني بل أين أنت؟ دايما بنسأل ربنا هو أنت فين؟ بس الحقيقة ربنا هو اللي بيسألني وبيسألك أنت اللي فين؟ آدم أين أنت؟ ما لك ها هنا يا إيليا؟ بتعمل إيه عندك؟ أنت فين؟ أنت بتعمل إيه؟ بس تالت حاجة عاوز أجاوب عنها قبل ما استقبل تليفونات حضراتكم في النص التاني من حلقتنا النهاردة، ومستنين يعني مداخلات برضو فيها أسئلة حقيقية عن ربنا، نفسي أجاوب عن هل ربنا ممل؟ هو ربنا ممل فعلا؟ العلاقة معاه مملة؟ ناس كتيرة بتقول لي هقول لربنا ايه؟ يعني هقعد 10 دقايق اصلي اقول ايه؟ مرة واحد قاعد يتكلم معايا حاجة بتاعت نص ساعة وثلاث اربع ساعة عن مشاكله، وبعدين قلت له طب ايه رأيك تقول المشاكل دي ربنا؟ قال لي هقول لربنا ايه؟ انا بقعد قدام ربنا ما بقولش حاجة. قلت له يا راجل ده انت بقالك ثلاث اربع ساعة معايا عمال تكلمني، عمال تفضفض، مش هتعرف تفضفض لربنا؟ اقول لكم حاجه من اختباري الشخصي واقول لكم حاجه من الكتاب المقدس. اختباري الشخصي لما جيت لربنا، انا كنت فاكر ان ربنا ممل، صحيح كنت فاكر ان العلاقه معاه ممله جدا، وكنت فاكر ان اصحابي ألذ منه بكتير، وكنت فاكر ان الخروجات ألذ بكتير من ربنا، وكنت فاكر انه العالم كله لذيذ وممتع وان ربنا ممل جدا جدا جدا. بس لما جيت لربنا وانا عندي 18 سنه اكتشفت ان العلاقة معاه لذيذة جدا جدا جدا. ده عن اختبار بقولك ان ربنا العلاقة معاه ممتعة، ما تتعوضش بحاجة. الخروجات جميلة، اصحابي جمال حقيقي، والعالم لما تعمل فيه حاجات صح خلقها ربنا للتمتع بيها فعلا جميل، بس ده لا يقارن بعلاقتي بربنا. علاقتي بربنا يعني حتى مش قادر اقول لكم ألذ وامتع من الحاجات اللي في العالم ده، لا ده بما لا يقارن دقيقه معاه عن الحياه في العالم. وعشان كده كاتب مزمور 84 بيقول الكلمات دي: اخترت الوقوف على العتبه في بيت الهي عن السكن في اي حته تانية، حقيقي عن السكن في اي حته تانية. ويعني من الايات العجيبه اللي نفسي يعني نقراها النهارده، وانا لما بقراها لفت نظري الايه دي الشيخ فايز اسحاق من كام اسبوع، ايه بصراحه مكتوبه بطريقه عجيبه جدا، يعني عكس ما انا متوقع، مكتوبه في انجيل لوقا اصحاح 15 عدد 1، الاصحاح اللي فيه الامثله عن الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، بتبتدي بايه يعني عاده كده احنا ايه يعني بنعديها كده مرور الكرام، بس لفتت انتباهي فعلا من اسبوع. عادة الناس اللي هم بعاد عن ربنا وعايشين في العالم وعايشين في الخطية ومغروسين في الخطية، عادة الناس دي ما بتحبش ربنا وما بتحبش تفتح كتاب مقدس وما بتحبش تروح اجتماع في كنيسة، والناس اللي في الكنيسة بالعافية بيجيبوهم يعني بيحاولوا يقنعوهم، وحتى احنا بنعمل نهضات ونقول للناس ايه، مثلا عاملين يوم رياضي فالناس تيجي عشان يوم الرياضي، وبعدين في وسط اليوم الرياضي مثلا ايه
نعمل اجتماع خلاصي مثلا. جميل. عادة الناس يعني بنحاول نقنعهم اقناع رهيب ان هم يجوا يسمعوا ساعة واحدة كده كلمة ربنا. عادة الناس اللي في الخطية مش بتستمتع بربنا، وكأن ربنا هو اللي بيحاول يقنعهم ان هم ايه يقولوا. بس في انجيل اصحاح 15 عدد واحد تكتب آية غريبة جدا جدا جدا. بصوا اقروا معايا الآية دي بتقول ايه في انجيل لوقا اصحاح 15 عدد واحد. وكان جميع العشارين والخطاه يدنون منه ليسمعوه. في حاجة غريبة في الآية دي. أنا أفهم الطبيعي إن يسوع كان يحب عشارين والخطاه. صح، كان يسوع بيحب يقعد مع العشارين والخطاه، مظبوط، كان ما بيتكسفش منهم. أيوة صحيح. ودي التهمة اللي اليهود اتهموا بيها يسوع المسيح، إن هو اللي بيروح يقعد مع العشارين والخطاه. بس الآية اللي لسه قاريينها دلوقتي ولا ينفع نعرضها مرة تانية على الشاشة، دي عكس اللي احنا فاهمينه. احنا فاهمين يسوع هو اللي يحب يروح يقعد مع العشار والخاطي، ما يكسفش منه. انما الايه دي بتقول العكس، بتقول ده العشارين والخطاه هم اللي كانوا بيحبوا يروحوا ليسوع يسمعوه. الخاطي والعشار شايف يسوع ممتع، فبيسيب اللي في ايده، ازازه الخمره اللي في ايده، ولا الخطيه اللي بيعملها، ولا النميمه اللي عمال ينمها، وبيروح ويسيب كل الكلام ده ويعمل ايه؟ نقراها تاني. كان جميع العشار وايه؟ وجميع العشرين والخطاه، مش بعض العشرين والخطاه، كان جميع العشرين والخطاه هم اللي بيروحوا عشان ايه؟ يسمعوه. حاسين ان حديثه ممتع، ممتع، جميل، جميل. هقول لك حاجه، انت حاسس ان ربنا العلاقه معاه ممله؟ عاوز اقول لك حاجه، انت كده ما شفتش ربنا، ما تعرفوش، ما شفتش يسوع. الناس دول العشرين والخطاه شافوا يسوع وعرفوه، ولما سمعوه قالوا لا، قالوا الراجل ده ما سمعناش كلام زيه قبل كده. ده سماعه كده ممتع، ده حديثه ممتع. زكى العشار قال عاوز اشوف يسوع، ده مفيش زيه، ده ممتع. فطلع فوق الشجره الجميزه، وبعدين يسوع قال له هتغدى معاك، فيسوع دخل له البيت. زكى ما اتكلمش، زكى فضل ساكت يسمع يسوع بيقول ايه. الراجل ده يعني السماع له ممتع، الحديث كده معاه وتسمعه ممتع ممتع ممتع. فبعد ما سمع الحديث ما قدرش يقاوم، قال له يا رب سلمت نمر خلاص، مش قادر اقاوم، انا تبت نص اموالي حديها للمساكين والفقراء، ولو كنت ضحكت على حد او اشيت بحد حدي النص، لحد بقيت فلوسي اربع اضعاف. العلاقه مع يسوع ممتعه. وانا مستني تليفونات حضراتكم، ونفسي تقولوا لي رايكم. لو انت شايف ان العلاقة مع يسوع مملة، ده مش ربنا. قبل ما اخد تليفون معانا دلوقتي، عاوز اقولك الجملة دي وفكر فيها. لو انت حاسس ان العلاقة مع اصحابي ألذ بكتير جدا من ربنا، اذا اللي انت بتتكلم عنه هنا ده مش ربنا. لان ربنا هو الابرع جمال في جميع الصفات الحلوه. فلو هو اقل متعه من اصحابك، يبقى ده اللي انت بتتكلم عنه ده مش ربنا. انت بتتكلم عن شخص تاني خالص بالعقل كده وبالمنطق. معانا تليفون، معانا نانسي من المنيا. الو الو الو، ازيك يا نانسي؟ الو، مساء الخير، ازي حضرتك يا خديجه؟ مساء النور، ازي حضرتك؟ اتفضلي. ازيك، ربنا يباركك. موضوع الحلقة جميل، بس انا كنت عايزة اسألك يمكن في الافكار المغلوطة بالنسبة لي، انه مثلا لما كان انه ربنا دايما بنسمع في العظات انه ربنا بيسامحنا عن اخطائنا وبينساها، وانه مثلا لو انا عملت خطية وبعد كده بكون حاسة بالذنب بيها وبفضل اصلي واتوب، ناس كتير تقول لك لا ربنا خلاص نسي الخطيه. أيوه. بس في نفس الوقت عندي تساؤل، طب ما هو زمان في العهد القديم لما داوود غلط ربنا سامحه لما تاب، بس يعني ما نسلوش، ما عفهوش من الدنيا، هو يعني عاقبه او يعني خلاه يختار بين عقاب. لما بعث له يوناثان وقال له يعني اختار العقاب اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت لما موسى غلط كمان، لما موسى غلط لما كفر لحي فرقع منعه من دخول ارض الموعد. فانا كنت فاكره او حاسه انه لا، يعني الخطايا اللي انا بغلطها مش ربنا مش هيسامحني عليها. خليني بس اوضح. اشكرك يا نانسي من اجل السؤال اللي انت سالتيه. خليني اوضح بس كم معلومه كده يعني بدقه.
ربنا لما راح يواجه داود بالخطيه اللي عملها عن طريق ناثان النبي، طبعا قال له انت غلطت يا داود. هو ليه قال له انت غلطت؟ والمراه التي امسكت في ذات الفعل ما قالها؟ قال لها اذهبي ولا تخطئي ايضا. هو ليه بيقول لها كده؟ ليه ربنا بيجي بيواجهني بالخطيه؟ لان عاوزني اعمل ايه؟ عاوزني اتوب. وفي المشوار بتاع التوبه دوت بيعمل ايه؟ زي ما قلنا في النص الاولاني من الحلقه، بيعمل ايه؟ بيأدبني. هو ليه بيأدبني؟ علشان اتوب. لما بتوب بيعمل هو ايه؟ هو اللي قال كده، بطرح الخطيه دي ايه؟ في البحر، بطرحها في البحر، انا طرحتها في اعماق البحر، خلاص لا اعود اذكرها. يعني ايه لا اعود اذكرها؟ يعني لما تيجي قدامي مش هقعد اعايرك بيها واقول لك ايه؟ انت غلطت. مش عندي في السجلات بتاعتي، خلاص اتمحت، مش حتى شطبت عليها بالقلم، لا 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 اتمحت. يعني لما اجي اكلمك مره تانية الخطيه دي اتمحت. بس ده ما يمنعش ان ساعات ربنا بيأدب، وساعات في نتيجه للخطيه بتاعتي، زي ما قلت انا ايدي حطيتها في النار، ايدي اتحرقت، في نتيجه للخطيه اللي موسى عملها، وربنا كان عاوز يعلم الشعب درس. بس ده مش معناه ان موسى لما يطلع السماء ربنا كل شويه عنده سجل بيوريه لموسى وبيقول له فاكر؟ فاكر يا موسى؟ فاكر لما غلطت؟ ابقى افتكر عشان كده ايه؟ ما تنساش، ها؟ انت يعني اوعى تتكبر يا موسى، انت غلطت. لا بالعكس، ده موسى هو اللي كل مره يعمل ايه؟ يفكره بالموضوع دوت. وحتى ربنا في الاخر قال له ايه؟ قال له موسى حبيبي لا تقعد تكلمني في هذا الامر، يعني خلاص يا موسى، خلاص يعني انسى الموضوع، غلطت وكان في مشوار للتاديب وخطيتك كان ليها نتيجه، بس خلاص يعني طرحت الخطيه دي في البحر، لا اعود اذكرها، انسى ما هو وراء. زي ما بولس قال بقى، بولس قال ايه؟ انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو ايه؟ قدام. في السجلات الخطيه دي مش موجوده، بس ده مش معناه ان ما كانش لها نتيجه، ده مش معناه ان ربنا مش هيقدمني عليها. والقصه اللي حضرتك ذكرتيها لما جاد النبي قال لداود اختار ليك ثلاثه، اختار ليك حاجه واحده من الثلاثه، دي كانت على خطيه ثانيه لما داود عد الشعب مش على بتشبع. وفعلا بس ده كان في المواجهه، يعني داود ما كانش حاسس لسه انه هو غلط، بس لما جاد النبي على ما اذكر، لما جاد النبي واجهه هو كان بيواجهه علشان داود يعمل ايه؟ يتوب. وفي الاخر ربنا عمل ايه؟ وقف الضربه بتاعت الموت في نصها لما داود ابتدى يعمل قدم الذبيحه في المذبح، عند في المذبح اللي انا مش فاكر اسم المذبح بالظبط ايه دلوقتي، مش 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 في ذهني، لو انا فاكر صح عند قرنون اليابوسي. وساعتها ملاك الرب وقف الضربه وخلاص انتهى داود، خلاص مسحتها من السجلات، يلا نكمل المشوار. بس الخطيه اللي انت عملتها دي مذكوره طبعا في الكتاب المقدس، ليه؟ علشان احنا، مش علشان ربنا يعايره بيها، لا خلاص، مش ربنا في السماء مش هيقعد يقول له ايه؟ افتكر يا داود، ها افتكر. زي بالظبط واحد مثلا، يعني ابسط لك الموضوع يا نانسي، واحد غلط في حقي فانا سامحته، يعني ايه سامحته وغفرت له؟ مش هفتكرها له بقى، مش حاجه اقول له بقول لك ايه انا سامحتك بس ها فاكر لما غلطت فيا؟ ما تنساش، ها لاحسن تغلط فيا تاني، مش هقول له كده، خلاص مش هذكرها مره تانيه. اشكرك يا نانسي من اجل سؤالك، واشكرك من اجل تليفونك، دي فكره مظبوطه فعلا، انه يمكن ربنا بيفتكرها لي ولا ما بيفتكرهاش، بس الحقيقه هي انه بيغفر الخطيه، بيمحوها، بيطرحها في بحر النسيان. اشكركم من اجل التليفونات، بتوضح. لسه مستني تليفونات حضراتكم عن افكار تانيه يمكن مغلوطه عن ربنا، او حاجات انا مش واضحه في ذهني، زي الفكره اللي سمعناها من نانسي انه هو بينساها خالص ولا بيفتكرها لي، ولا هو بيعايرني بيها، ولا حاططها لي في السجل على اساس ان انا ايه؟ يعني اتضع كده وابقى يعني محترم نفسي شويه. عاوز اعيد مره تانية الجمله اللي انا قلتها من شويه، انه لو انا حاسس انه العلاقه مع اصحابي او في حاجه في العالم ممتعه اكتر من ربنا، يبقى منطقيا ده اللي انا بتكلم عنه ده مش ربنا. انت بتتكلم عن واحد تاني، وللاسف الشديد في ناس كتير عندنا بتتكلم عن ربنا وده مش ربنا، يعني اللي انت بتتكلم عنه ده مش ربنا. عشان كده عنوان حلقتنا النهارده هي افكار مغلوطه عن ربنا، وده اللي نفسي ان هو يوضح في ذهننا. الفكره الغلط اللي عندك عن ربنا دي ارجوك امسحها خالص. ويعني صلاتي النهارده ليك انه يا رب يا رب الافكار عندنا في دماغنا عن ربنا تتصلح وتتظبط،
ويبقى فكرتي فكرة صح جدا عن ربنا، فاعرف اتقابل معاه. يعني تخيلوا حضراتكم كده، لو ايه، لو واحد فاكر ان ربنا واقف لي على الواحدة، وربنا بعيد، وربنا ممل، وزي ما في اخت تفضلت في تليفون من التليفونات وقالت ده ربنا كمان متسلط ومتسبب في كل البلاوي اللي بتحصل في الدنيا. طبعا لو انا حاسس ان ربنا كده اكيد مش هحب العلاقة معاه، اكيد يعني اكيد لما اجي اصلي له هبقى خايف منه، وحاسس ان هو اكيد مش هيكلمني، وحاسس غالبا مش هيستجيب ليا، ولو انا عندي مرض اكيد 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 مش هيستجيب لي، ولو انا في ضيق ده يعني من رابع المستحيلات ان هو يسمعني، ده انا لو من القديسين المختارين احتمال ضئيل يسمعني، وانا اكيد مش من الناس المختاره دي. انا من النهارده صلاتي ليك النهارده انه ربنا يصلح فكرتك عنه، فهتعرفه بجد وتفهمه بجد، وعينك تشوف الحقيقه بجد، وتعرف ان هو ابرع جمال من بني البشر. وده التغيير اللي حصل لبنو قرح، ان هم في مزمور 44 كانوا شايفينه بعيد قوي، بس في مزمور 45 قالوا له انت ابرع جمال من بني البشر. معانا تليفون، معانا زكريا من اسيوط. الو الو الو، التليفون فصل، بعتذر لحضراتكم، التليفون فصل، مستنيين تليفونات من حضراتكم تانية. بس العلاقة مع ربنا أكيد أكيد ممتعة أكتر من أي حاجة في الدنيا، اختباري والمنطق بيقول كده، وحياة يسوع بتقول إن الخطاة والعشرين هم اللي كانوا بيقولوا. وإحنا بنستنى تليفونات حضراتكم وبنختم يمكن بآخر فكرة قبل ما نسيبكم، هل أنا بقبل يسوع في حياتي ومديله مساحة في حياتي ولا لا؟ في سفر نشيد الانشاد، ودي الحاجه اللي نفسي يعني نختم بيها حلقتنا في الدقائق اللي فاضله واحنا بنسمع تليفوناتكم برضو، سفر نشيد الانشاد عاوزك تركز معايا في السفر ده، بيرسم علاقه بديعه ما بين ربنا والكنيسه، ما بين ربنا وشعبه، ما بين الله وما بين حضرتك وانا. صوره بديعه عن العلاقه، علاقه الحب اللي بيننا وبين ربنا، بيمثلها بعريس وعروسته، راجل ومراته. في ناس كتيره بتتضايق من السفر ده وبتقول ايه ده، عيب عيب ان الكلام ده يتكتب في الكتاب المقدس. لا، عاوز اقول لك في جميع الكتب الدينيه والروحيه والتاريخيه اللي هي في العصور السالفه، اللي هي في القرون الوسطى وفي القرون اللي قبل الوسطى ومن 2000 سنه، كانت بتتكتب الصور بالمنظر ده، وفيها رموز لحاجات كتيره جدا. عاوز النهارده انهي بالرمز ده والقصه دي، بس اعتقد معانا تليفون، معانا بنت الرب من القاهره. الو الو، مساء الخير. الو سامي، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله، نشكر ربنا زيزو. اهلا بيكي، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ اتفضلي، انا سامعك حضرتك على الهواء. حلو قوي النهارده. امين، ربنا يباركك. ايه بس انا كنت ليا طب الصلاه، وهي فيها جزء بخصوص الحلقه برضه، يعني انا في مشاكل كتير قوي بيني وبين جوزي. انا متجوزه من سنتين تقريبا، وهو ما قعدش معايا غير 3 شهور لانه سافر، وهو طالب ان هو ينفصل، وهو بيكذب كتير جدا، وانا بصلي له كتير ان هو يتغير بني ادم تاني، وان ربنا ينور عيني. بس انا مش شايفه اي نفس ده، ومش شايفه ان ربنا سامعني، وكنت كتير قوي بصلي بدموع وبطلب من ربنا كتير انه ما يتخلاش عننا، بس حسيت دلوقتي انه مفيش امل، يعني مش حاسه ان ربنا سامعني اصلا، مش حاسه انه شايفني، مش حاسه انه يعني انا بكلمه كتير بس هو مش سامعني. طيب ومش عارفه اعمل ايه، وحاسه ان انا جاتلي دلوقتي انا يعني فتره مرحله خطوره جامده جدا، مش عارفه اطول. طيب انا استاذن حضرتك، احنا هنصلي لك النهارده، بس انا استاذن حضرتك لو حضرتك تحبي تعملي مشوره مع حد من الفريق عندنا، اشجعك قوي تسيب نمره تليفونك بعد الاتصال دوت للفريق اللي بيعمل، ممكن يساعدك في المشكله دي. بس احنا كمان هنصلي لك، وانا متاكد انه ربنا بيسمع الصلاه، فهنصلي لك وباسم يسوع في حاجه تحصل وفي حاجه تتغير، وتشوفي البركه الروحيه الحقيقيه، وتشوفي التصالح الحقيقي. فاشكرك من اجل تليفونك، وانا هصلي لك دلوقتي، وبسال كل المشاهدين ان احنا نتحد في صلاه من اجل بنت الرب من القاهره، واشجعك ما تنسيش ان انت تسيب نمره تليفونك. معانا تليفون كمان، زكريا من اسيوط. الو الو، مساء الخير.
هستأذن حضرتك بس وطي التلفزيون عشان أعرف أسمعك. أشكرك. مساء الخير. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ أهلا بك، الحمد لله تمام. اتفضل. طيب هو ده مش برنامج قناة الكرمة؟ آه اتفضل. هو طيب أنا عايز أكلم الأخ. طيب اه هو ده برنامج نرى نورا، لو حضرتك عاوز تكلم حد معين سيب نمرة تليفونك معاه وهم هيقولوا لك بالظبط هو هيطلع امتى. برنامج مين ده؟ نرى نورا. نرى نورك؟ اه اشكرك اشكرك شكرا، وشجعك انك لو عاوز حد معين سيب نمرة تليفونك معاه. انا نفسي ان احنا نصلي من اجل اختنا، لان عاوزين فعلا نصلي لاجل من كل من هو في ضيق. وهختم مع حضراتكم في الدقيقة اللي فاضلة بحاجة كده تقول لنا هو مين أهم في حياتي، مين أهم؟ هل فعلا أنا اللي بدور على ربنا ومش لاقيه، ولا يمكن هو اللي بيدور عليا وأنا مطنش خالص؟ بس قبل ما أختم بالسفر نشيد الأنشاد اللي قلت لحضرتكم عليه، نفسي نصلي من أجل أختنا، ونفسي كلنا نتحد من أجل بنت الرب اللي كلمتنا من القاهرة، ونفسي نتحد كمان في الصلاة من أجل أي حد عنده مشكلة في حياته الزوجية. المشاكل كترت جدا في العصر الحالي وفي السنين اللي فاتت دي في العلاقات الزوجية. نفسي ان احنا نصلي باسم يسوع ربنا يعمل شفاء للعلاقات المكسورة واسترداد. امين. خلينا نتحد في الصلاة. يا رب انا يا رب بنصلي من اجل بنت الرب اللي كلمتنا، ان يا رب علاقتها بزوجها تتصلح. يا رب ان زوجها المنفصل عنها يا رب قلبه يا رب فعلا يتلمس بيك ويرجع ليها مرة تانية، وانه كمان تديها حكمة ان هي تعرف تتعامل صح. وبصلي يا رب من اجلهم هما الاثنين، ان هما الاثنين يعرفوا يتعاملوا مع بعض بطريقة صح، ويحبوا بعض يا رب محبة غير مشروطة، وانه يا رب يلاقوا مشير يعرف يساعدهم في اسم يسوع. وبصلي يا رب من اجل كل علاقات مكسورة ان العلاقات دي ترجع مرة تانية وتتشفي باسم يسوع. واشكرك يا رب انه يمكن السنين اللي فاتت شفنا سنين أكلها الجراد، سنين يا رب جوازات كتيرة الشيطان دمرها، بس أشكرك يا رب أن أنت في السنين اللي جاية تعمل استرداد، تعمل شفاء، ونشوف يا رب جيل جديد طالع جوازات وشهادة عن الرب، شهادة عن الرب فعلا، جيل يا رب يكون مثل وقدوة لجوازات فعلا بتشهد عن علاقة العريس بالعروس، عن علاقة الله بشعبه. أشكرك يا رب، مبارك اسمك، أمين. معنا تليفون أخير بنت الرب، ده تليفون أخير بنت الرب من بني سويف. ألو. أيوة معاك. مساء الخير، إزاي حضرتك؟ طمور. أهلا وسهلا، تفضلي. أستأذنك بس وطي التلفزيون عشان أعرف أسمعك وحضرتك على الهواء، تفضلي. أنا بعدت عنه خالص، بعدت عن التلفزيون. أشكرك، شكرا. أيوة أنا معاكي. هستأذن عنك تصلي في التلفزيون. ايوه انا اشكرك، شكرا، اتفضلي. انا عايزه اسلم الصلاه ربي يشفي جوزي من السكر، وربي يكمل شفاءه ليا. عملت عمليه استئصال رحم المبايض في شهر 12 اللي فات ده. ايوه. فصليني ربي يكمل شفاءه، وربي يحمي جسمي من اي مضاعفات او اي تاثير لشيل المبايض في اسم يسوع. انا 49 سنه ما عنديش اولاد. صلي ربي يدعمني نفسيا ويحمي جسمي من اي مشاكل او اي مضاعفات للعمليه دي. امين. ومحتاجه شقه كده، قاعده في شقه قديمه، بيت قديم قوي، فالرب يبعتلي من الشقه. وبصلي ان الرب ينسي يشيل الخوف من حياتي، يديني سلام، وعايزه استمتع بالرب، اعرف الرب اكثر واستمتع بالعلاقه معاه. امين امين امين. هنصلي وفي اسم يسوع ربنا يتدخل ويحميكي ويباركك بكل بركة روحية، والسنين اللي جاية تكوني بتشهدي عنه وتكوني عندك ثمر روحي كتير جدا. خلينا نتحد في الصلاة من أجل بنت الرب. يا رب احنا بنشكرك من أجل بنت الرب، وبنصلي يا رب ان انت تحميها من أي مرض. بنصلي يا رب ان انت تبارك حياتها، احمي جوزها يا رب وشفيه، وباسم يسوع السنين الجاية تكون مثمرة جدا في حياتها باسم يسوع. أشكرك ان انت الإله الشافي، ليه كل المجد يا رب. نفسي اختم مع حضراتكم في الدقيقتين اللي فاضلين دول بالايه اللي اتكتبت في سفر نشيد الانشاد، بتقول كده، بتقول العروس بتقول كده، انا في نشيد الانشاد اصحاح 5 عدد 3، انا نائمه وقلبي مستيقظ،
صوت حبيبي قارعا، كأنه ربنا بيخبط على باب قلبنا بيقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. وهو بيقول لك الكلمات دي افتح الباب، بخبط على باب قلبك، أنا اللي بدور عليك، جاهز تسمع صوتي ولا لأ؟ وبيقول لها لأن رأسي امتلأ من الطل وخصصي من ندى الليل. يعني في المشهد الدرامي دوت في سفر نشيد الأنشاد، العريس بيقول لعروسته أنا عمال أخبط على الباب وكأن في مطر بره وندى وطل، وراسي غرقت من الندى والطل دوت، لأن أنت مش بتفتحي لي الباب، أنا عمال أخبط وأنت مطنشاني وأنت كأنك لطعاني. ويمكن دي تكون حالتي أو حالتك أو حالتك، ربنا بيخبط عليا وعليك وإحنا مطنشين. سألت ربي أين أنت؟ أجابني بل أين أنت؟ أنت فين؟ يكمل سفر نشيد الأنشاد ونلاقي العروس بتقوله الكلمات دي، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ يعني أنا خلاص يعني قلعت هدومي ولبست البيجامة بتاعتي ودخلت تحت السرير، لسه بقى هطلع والبس الروب وافتح لك الباب؟ لا مش ممكن. وبعدين بتقوله سبب غريب قوي، بتقوله قد غسلت رجلي كيف أوسخهما؟ سبب غريب قوي، أنا غسلت رجلي خلاص، هقوم بقى من السرير وامشي على الأرض وأوسخ رجلي؟ أقول لكم عارفين ده معناه إيه باختصار، وللأسف مفيش وقت يعني يمكن فاضل دقيقتين. معناه إن العروسة بتقول لعريسها رجلي أهم منك. ياه، جملة تقيلة قوي صح؟ جملة صعبة قوي، بتقول له رجلي أهم منك. ونفسي النهاردة إنه لو في حاجة في حياتي وحياتك أهم من يسوع، لو في حياتي وحياتك بتقول العلاقة اللي مع أصحابي دي ألذ وممتعة وأجمل بكتير من العلاقة معاك يا رب، أشجعك قوي إنك تتوب وتقول له يا رب لأ، عاوز أرجع إلى نفسي زي ما الابن الضال رجع إلى نفسه، وتقول له يا رب من النهاردة عاوز أرجع لك مرة تانية، عاوز أرجع للأبرع جمال من بني البشر، عاوز أرجع للشخص اللي اتكتب عنه في مزمور 147 أنه ملذ. فنفسي أصلي معاكوا في آخر دقيقة في برنامجنا النهاردة إنه يا رب رجع قلبي وشفيني من مرض الابتعاد عنك، ولما تسألني أين أنت أقول لك يا رب عاوز أرجع لك وعاوز أتوب. خلينا نصلي مع بعض، ولو أنت النهاردة عاوز ترجع لربنا صلي معايا ويكون دي بداية حقيقية لرجوعك لربنا. يا رب أشكرك من أجل حلقتنا النهاردة، بصلي أنه أي حد بعيد عنك، أي حد معتبر يا رب أن في حاجات في حياته أهم بكتير جدا منك، يا رب يتوب النهاردة ويرجع لك. صلي معايا قول له يا رب برجع لك، بتوب عن كل مرة كان في حاجات كتيرة في حياتي أهم منك. يا رب بصلي أنك ترجع أنت الغالي في حياتي، ترجع أنت المهم في حياتي، ترجع أنت الأول والآخر، البداية والنهاية، ترجع أنت كل حاجة، ترجع أنت كل شيء في حياتي، وأشوفك ممتع وأشوفك قريب وأشوفك يا رب أن أنت بتحبني وخايف عليا، مش واقف لي على الوحدة. أشكرك يا رب من أجل أن ده وقت لحصاد عظيم وحصاد كثير جدا. مبارك اسمك يا رب، ليه كل المجد. أعزائي المشاهدين أشكركم، استمتعت بالحلقة معاكم، استمتعت بأسئلتكم. ربنا قريب جدا، ربنا بيدور عليك، ربنا ممتع، فارجع له. ربنا يبارككم ومستنيينكم الحلقة اللي جاية في برنامجكم نرى نوراً.